تمام يا جماعه، يبقى دلوقتي هنبدا نعمل النجمه الاسلاميه ديت، وهنتبع نفس الخطوات اللي هي اصلا بتتبع اثناء رسم النجمه في الواقع يعني. تمام، اول حاجه خالص هنفتح الجراس هوبر. اول حاجه نبدا نعملها، هنبدا نعمل سيركل، نعمل سيركل اللي هي ايه، كرييت سيركل ديفايند باي بيس بلان اند ريديوس. تمام، بمجرد ما نعمل كده هنلاحظ ان هو بدا يعمل بلين مستوى في نقطه صفر وصفر، وبدا يعمل دايره ليها نص قطر مثلا، هو بيحط ديفولت واحد نص قطر واحد خلاص. فانا هقول له مثلا انا عايز نص قطر يبقى 20. لا، اليونتس هنا جينيريك يعني انا ما استخدمتش حاجه معينه، بس ممكن احدد اليونتس خلاها بالمتر مثلا او بالسنتي، يعني هبقول لكم عليها ازاي تعمل بعدين مش مشكله. تمام، دي اول دايره هعمل بعد كده مجموعه من الدوائر. يعني انا مثلا عملت دايره خارجيه، هبدا اعمل الدايره اللي في النص، وهعمل دايرتين هنا تانيين علشان احط عليهم النقط اللي انا بوصل بيها زي ما شفنا دلوقتي في على السبورة. تمام، هعمل كنترول سي كنترول في، وهبدا اقلل نص القطر بتاع الدايره الثانيه وليكن كده مثلا، بعدين كنترول سي كنترول في، وهعمل دايره ثالثه اللي هتكون هنا مثلا. تمام، طيب بعد كده عايز ابدا اقسم الدايره ل 12، عايز اقسم كل دايره ل 12 تقسيمه او 12 نقطه، فبعمل ايه؟ خدنا قبل كده الحاجه اللي بتقسم اي كيرف اسمه ايه؟ بالظبط، بعمل ديفايد ديفايد كيرف. تمام، بمسك السيركل اللي هي طلعت من هنا بدخلها جوه الديفايد كيرف من هنا، هو اوتوماتيك بيقسمها 10 تقسيمات. هو قسم دلوقتي الدايره الاولى 10 تقسيمات لان الديفولت عنده او الستاندرد عنده 10، فاجي اقول له انا عايز 12 فبكتب 12 وايه بحطها هنا. تمام، باخد من ده كوبي بيست مرتين، وهقسم برده الدايره الثانيه والدايره الثالثه خلاص بالشكل ده. طيب دلوقتي انا عايز ابدا امسك النقطه اللي هنا خلاص، واوصلها بنقطه ثانيه هنا، يعني النقطه ديت عايز اوصلها بالنقطه دي خلاص. فاحنا مثلا ايه، اول حاجه النقطتين دول الموجودين على الكيرفين اللي هو اللي تحت واللي تحته اللي هو رقم 2 ورقم 3 دول خلاص. فهعمل لاين بتوين تو بوينتس، اكتب لاين كده واختار الاوبشن اللي هو لاين كريت لاين بتوين تو بوينتس، وهمسك البوينتس بتاعت الكيرف الاولاني مع البوينتس بتاعت الكيرف الثاني. فنلاحظ ان هو ايه، وصل النقط اللي هنا بنقط مثيلتها اللي هنا، بس انا مش عايزه يوصل كده بالظبط. اللاين ماشي، هعمل لاين، اكتب كلمه لاين كده. في كذا نوع من اللاينز، انا بختار اللي هو ايه، لاين بتوين تو بوينتس، شايفين؟ فبيقول لي دخل الستارت بوينت والاند بوينت، ولان هنا البوينتس ديت عباره عن ليست، عباره عن مجموعه نقط مش نقطه واحده، فبالتالي هيوصل كل نقطه في الليست الاولى بمثيلتها في الليست الثانيه خلاص. فهيوصل مثلا الليست الاولى بالليست الثانيه كده، ونلاحظ ان كل نقطه اتوصلت بايه، بالمقابل لها او الممثل لها في الليست الثانيه خلاص. طيب انا مش عايز يعمل كده، انا عايز النقطه ديت تتوصل هنا كده، فباجي اعمل ايه، خدنا امبارح حاجه في الليست اسمها شيفت ليست، ان انا همسك الليست واعمل لها شيفت بقيمه واحد. فامسك مثلا الليست الثانيه ديت اللي هي في النص، واعمل لها شيفت ليست، بعدين همسك البوينتس اللي هنا، هو اوتوماتيك بيشفت برقم واحد، يعني هو اصلا الديفولت عنده ان هو بيعمل شيفت برقم واحد، وهطلع المخرج من هنا ادخله هنا. ونلاحظ ايه، بدا يوصل النقط، كل نقطه هنا بيوصلها متشفته رقم خلاص. يبقى انا كده لما عملت الحركه دي عملت ايه، مسكت النقط ديت ووصلتها هنا كده، يعني كل يعني مثلا النقطه ديت وصلتها هنا، هي كانت في الاصل كانت واصله كده، بس لما عملت شيفت ليست وصلت كده. انا عايز اعمل العكس برضو، يعني عايز النقطه ديت توصل باللي قبلها، يعني انا دلوقتي وصلتها باللي بعدها، لا عايز اوصلها باللي قبلها برضو. تمام، فهعمل ايه، نفس اللي عملته، هعمل شيفت ليست برضو، بس بدل ما كان الشيفت بقيمه واحد اعمله بقيمه كام بالظبط،
هعمل لاين، هعمل برضو لاين بين تو بوينتس تاني. وده الطبيعي، ده الديفولت بتاعه بيكون كده. لا انا هعمل شيفت بقيمه سالب واحد، فادخل ليست دي هنا افرجها كده. تمام ماشي. او ممكن اعمل اللاينز الثانيه شيفت بواحد يعني برضه عشان ما تتلخبطش تاني. دلوقتي هي معمول لها شيفت بقيمه واحد. لا هاجي هنا مثلا واقول له ان انا عايز اخلي القيمه دي دلوقتي سالب واحد، فبضغط دبل كليك واقول له ان القيمه ديت انا عايز المينيموم بتاعها يبقى سالب واحد كده. تمام يبقى هو عمل شيفت في الاتجاه المعاكس. خلاص هو انا هنا لا هنا ما ينفعش تتحكم في اي حاجه في الرايمو خالص طالما انا شغال على الجراس كوب. تمام الا لو عملنا حاجه اسمها بيك زي ما قلت المره اللي فاتت. لو مثلا خلصت كل الشغل في الجراس كوب عايز انقله للرايمو بعمل حاجه اسمها بيك، يعني ممكن اعمل سيلكت على الاثنين لاينز دول. طيب يبقى انا دلوقتي عندي ايه، عملت الخطوط دي والخطوط اللي زيها هنا. الخطوه اللي بعد كده انا عايز امد الخطوط دي شويه، يعني شايفين الخط مش واصل هنا بس، ممتد كده شويه في مسافه 2 سم او اي يعني اي قيمه يعني، وبعد كده بايه بيوصل للراس بتاعه الدايره من بره. خلاص فهاجي اعمل حاجه اسمها اكستند لاين او اكستند كيرف مثلا. خلاص الحاجات ديت يعني انا بحاول ادور عليها، يعني مثلا بكون عايز وظيفه معينه فابدا ابحث عنها، يعني انا مش حافظهم مثلا او كده يعني. فانتوا برضو نفس الموضوع هتلاقوا يعني مثلا احيانا بتكون محتاج وظيفه معينه فبتبدا تبحث عنها في الهلب مثلا بتاع البرنامج او كده يعني. خلاص طيب الاكستند لاين بيعمل ايه؟ بيبدا يمسك اللاين ويعمل له اكستنشن كده لبره او لتحت او لورا يعني، من قدام او من ورا. تمام فامسك اللاين وادخله هنا كده. طيب بيقول لي انت عايز نوع الاكستنشن ايه؟ فلو وقفت كده بيقول لي ان التايب اوف اكستنشن صفر يعني لاين، واحد يعني ارك، اثنين يعني سموك. تمام يعني لو دخلت هنا قيمه صفر يبقى الاكستنشن هيبقى على شكل واحد، هيبقى على شكل لاين. تمام طب الستارت، الستارت بقى ببدا ادخل له قيمه الاكستنشن، وليكن مثلا عايزه يعمل اكستنشن بقيمه 2 والاند مثلا بقيمه 2 برضو. هنلاحظ ان هو عمل ايه، عمل اكستنشن للخطوط دي كلها بقيمه 2 من قدام و2 من ورا. طب انا عايز الستارت ما يبقاش 2، عايزه مثلا او عايز الاند هو اللي ما يبقاش 2، يعني عايز ده يبقى صفر، خلي الاكستنشن من تحت يبقى صفر، عايز بس الاكستنشن يكون من قدام هنا. تمام هاخد نفس الشكل ده واخده او هاخد نفس الكومبوننت ده واطبقه على الكيرف الثاني، اصبح برضو الكيرفات الثانيه معمول لها اكستنشن بقيمه 2. خلاص يبقى ده المخرج الجديد خالص اللي هو ايه، اللي هي الخطوط اللي معمول لها اكستنشن. فاصبح الخطوط الثانيه ديت انا مش محتاجها، فاعمل لها هعمل لها هايد او هعمل لها بريفيو بحيث ان هي تتقفل خالص، مش عايزها دلوقتي. طيب بعد كده عايز ابدا اوصل الاند بوينت بتاعت كل خط من الخطوط اللي طلعت ديت، عايز اوصلها بالنقطه ديت اللي موجوده هنا على الكيرف الكبير. فهمسك الخطوط دي الاول واعمل حاجه اسمها اند بوينتس. اند بوينتس بيعمل ايه، او ممكن حتى استخدم بوينت اون كيرف اللي احنا خدناها في اول مره خالص، اللي هو بيطلع لي نقطه على الخط. بمجرد ما بوصل هنا بيبدا يطلع لي الاند بوينتس اللي هي النقطه اللي في الاول والنقطه اللي في الاخر اللي واقع على الخط ده. فاهمين يا جماعه؟ واخد برضو نفس الموضوع في الكيرف الثاني. تمام بيبدا يظهر لي نقطه هنا ونقطه هنا. تمام همسك بقى النقط اللي خرجت من هنا، النقط اللي خرجت من هنا هوصلها بايه؟ هوصلها بالنقط اللي انا عملتها ديفايد في الاول خالص اللي هي موجوده على الكيرف ده. يعني لو مسكت النقط اللي خارجه من هنا وصلتها بالنقط اللي هنا هيبدا يقفل الشكل. هعمل حاجه اسمها لاين بتوين تو بوينتس برضو، وهيبقى الستارت بوينت بتاعته هي دي، والاند بوينت هيبقى هو ايه النقط اللي طالعه من هنا. تمام طيب انا عايزه اتعمل له شيفت علشان ما يبقاش كده، يعني المفروض ده يتوصل في الناحيه الثانيه، المفروض النقطه دي تتوصل هنا.
يعني النقطة دي يا جماعة بتتوصل هنا ما بتتوصلش كده. فاهمين؟ النقطة دي بتتوصل هنا كده والنقطة دي بتتوصل هنا. فهعمل شيفت شيفت ليست وامسك النقطة دي، بس هعمل الشيفت يبقى ايه بالماينس، يعمل شيفت في الناحية التانية. احنا بدل ما هعمل سلايدر بقى هدخل القيمة هنا على طول، هضغط كليك يمين كده وادخل الانتجر ده اعمله سالب 2 خلاص. فنلاحظ ان هو وصل او عمل شيفت بالعكس الاتجاه المعاكس وخلاها بدل ما كانت متوصله هنا يعني عمل شيفت مره واحده وبعدين شيفت مره ثانيه. خلاص فاهمين يا جماعه؟ طيب نفس الحركه برده هعملها مع الشكل الثاني. همسك برده اللاين ده وهعمل شيفت ليست برده بس انا عايز اعمل شيفت ليست المره دي بقيمه 1. او بقيمه 2، بقيمه 2 برضو. خلاص كده تمام. ماشي يا جماعه، يبقى هو كده عمل ايه؟ عمل الشكل. انا عارف ان دلوقتي مثلا لو عندي ليست معينه وعايز اعمل لها شيفت بعمل لها شيفت ازاي؟ اخذنا برضو المره اللي فاتت لو انا عندي ليست وعايز الغي منها اوبجكت بعمل ايه؟ بعمل حاجه اسمها كال اندكس. هنراجع عليهم سريعا برضو دلوقتي. ماشي، في الاول همسك الدوائر ديت واعمل لها هايد خلاص انا مش محتاجها، يبقى انا كده محتاج الخطوط دي بس. خلاص يا جماعه، حتى النقط اللي ظاهره هنا مش محتاجها، هعمل كليك يمين كده واعمل لها بريفيو عشان تختفي. برضو النقط اللي ظهرت هنا اللي هي الاند بوينتس بتاعت اللاينز هعمل لها بريفيو عشان تختفي. تمام، بس انا محتاج بس الشكل ده. الشكل ده دلوقتي هتحكم فيه ازاي؟ اتحكم فيه من خلال السلايدرز اللي في الاول خالص، يعني ممكن ايه ابدا اكبر واصغر في النجمه زي ما انا عايز. خلاص، ممكن بقى نحصل على اشكال لا نهائيه من السلايدر ده، حتى ممكن نتحكم في عدد الاضلاع بتاعه النجمه نفسها. خلاص طيب، يبقى اللي طلع عندي دلوقتي يا جماعه لو عايزين برضو نعمل ايه، يبقى اللاين ده لو انا وقفت عليه هيبدا يحدد اللاينز ديت، واللاين ده لو انا وقفت عليه هيحدد اللاينز دي. فهمسك بقى الحاجات اللي انا محتاجها بس اللي هي الكيرفات دي كلها، همسكهم مع بعض واخليهم يدخلوا في جروب بحيث ان هو يتعامل في الاخر كاوبجكت واحد. او مثلا الاول هعمل لهم جوين عشان يبقوا كلهم خط واحد، فهعمل حاجه اسمها جوين كيرفز مثلا. جون كيرفز دي بتعمل ايه؟ بتمسك اي خطوط منفصله، يعني اي خطوط يعني تكون نهايتها متصله بس هي الخطوط منفصله يعني نفسها، وبدخلهم في كيرف واحد. بدخلهم في ميرج الاول. وزي ما قلنا يا جماعه ميرج دي بتعمل ايه؟ بتمسك اي عناصر منفصله وتدخلهم في ليست. وبعدين همسك الريزلت بتاع الميرج ده وادخله هنا كده. فاصبح دلوقتي المفروض دلوقتي ان ده اصبح كيرف واحد. يعني لو عملت هيدن لكل حاجه اصبح دلوقتي ده كله عباره عن كيرف واحد. يعني لو جيت عملت له بيك في الجراسو في الراينو هنلاحظ ان هو ايه دلوقتي ممكن اعمل ماشي، هو يعني لسه في حاجات منفصله برضو، يعني هعملها بقى ايه المفروض اعمل لها خلاص دلوقتي اصبح كله كيرف واحد. ما علينا، يعني المهم هبقى اعرفكم الحاجات دي كلها.
طيب دلوقتي الكيرف ده انا ممكن اعمل له اوفست مثلا، ففي كومبوننت اسمه اوفست كيرف. همسك الكيرف ده وابدا اعمل له اوفست بقيمه معينه، بدخل في الديستانس القيمه اللي انا عايز اعملها، وليكن مثلا 2، ببدا اتحكم في السمك بتاع الاوفست نفسه. تمام. طيب ممكن ابدا اقفل الكيرفات دي، اقفلها كسيرفيس عن طريق حال في كومبوننت اسمه باوندري سيرفيسز، بتدخل له جات او كيرفز ويبدا يقفلها كايه؟ كسيرفيس. ماشي مش مشكله. انا كنت عايزه مثلا يعني يمسك المنطقه اللي في النص بين كل كيرفين وهو اللي يقفلهم يعني. تمام. وبعد كده ممكن اديله اكسترود مثلا بحيث ان هو يبدا يطلع الشكل اكسترود، اقول له في دايركشن في اتجاه الزد، فنلاحظ ان هو بدا ياخد سمك كده في الاكسترود يعني. خلينا كده دلوقتي ممكن اتحكم طبعا في ايه، في الكيرف من خلال الحاجات دي.